من السذاجة أن نلقي اللوم على رئيس الحكومة. صحيح لكن ياسي لمين مدرب إذا كان عنده 11 لاعب في فريق ويقوم ب 13-14 تغيير ودائما يقول للأمام، المشكلة في شكون الآن؟ أنا أخي اليوم انصت إلى يعني تاكسيس قال عبارة أعجبتني كثيرا، معناها إذا الموتور فاسد هو يبدل في الشوفرية. يعني تغييرات، هل التغييرات في معناها تغيير أشخاص أم تغيير سياسات أم تغيير أداء؟ هو كما قلت يهرب إلى الأمام ويغير يعني أشخاص ولا يغير سياسات. معناها الخيار اللي أوصل تونس اليوم أنها حائرة في الخبز ما هوش أشخاص، بل بالعكس اليوم والخطاب أو الجزء من الخطاب اللي عديتوه كشف عن جوهر 23 أو 25 جويلية 2021. أحسب سيد حسين ومعك فريقك الإعلامي حاول يجبدوا لك خطابات قيس سعيد الكل، وشوف قداش استعمل من كلمة الدولة وقداش استعمل من كلمة الديمقراطية. يعني انقلاب هو انقلاب المنظومة على الديمقراطية، وليس معناها ما عنده حتى علاقة بالشعب التونسي، هو انقلاب الدولة، هو ثأر الدولة من الشعب، ثأر الدولة من ثورة الشعب، ثأر الدولة من أنه هذا الشعب أراد أن يقرر مصيره وينهي تغول الدولة لصالح تغول مؤسسات يعني المجتمع. يعني كل خطاباته يتحدث فيها عن الدولة، يعني خطاب يعني انقلاب ما كانش انقلاب لتصحيح المسار، كما هو انقلاب للثأر من الديمقراطية ومؤسساتها بغض النظر، بغض النظر بالله الناس اللي باش يناقشوا تهوى تحت يعني صفحات الزقافن القوة دين. الديمقراطية اللي توجدت على مدار 10 سنين، نعم ديمقراطية وليدة متعثرة معطوبة، لكنها ديمقراطية تبنى حجرا حجرا كما كل الديمقراطيات في العالم. الانقلاب هو انقلاب من داخل الدولة، ثأر الدولة من المجتمع، ثأر الدولة من مؤسسات، ثأر الدولة من إرادة التونسيين. ظهور قيس سعيد يوميا هو ظهور الدولة الرافضة إلى أن يكونوا عندها مواطنين، هي تريدنا رعايا خائفين. الحديث عنه كان أميرا يخاطب عاملا لديه، هذه الأمانة تتحملها معي ونفعل ونفعل. أنا أمام أمير قراوسطي وأحد ولاته لا علاقة له بالجمهورية، ونحن في شهر الجمهورية. نعم النظام الجمهوري كان نظام معطوب، لكنه نظام جمهوري سيصحح نفسه. الديمقراطية كانت معطوبة لكنها ستصحح نفسها، لكن نحن في حضرة انقلاب أميري قراوسطي رجعي لا علاقة له لا بالجمهورية ولا بالديمقراطية ولا بالثورة.